هل نستفيد نحن الدول الخليجية من الدرس الروسي؟ هنالك نقطة هامة يجب التأكيد عليها، وهي أن الرئيس فلاديمير بوتين هو سفاح لا جدال في ذلك، يده ملوثة بالدماء الآلاف ببقاع عدة من العالم، شأنه شأن كل الطواغيت. إلا أن ما يحسب للرئيس بوتين أنه استطاع استعادة الدولة الروسية من جديد بعدما استلمها مفككة تتحكم فيها العصابات، والحاكم فيها لا يحكم فعليا خارج موسكو، كانت تستورد 50% من غذائها وتعتبر مستورد صافي للحبوب. لدى الكثير من المفكرين والمنظرين الروس فكر له وجاهته، يرى أن أي تنمية اقتصادية في ظل دولة ذات مساحة هائلة ولديها ثروات كبيرة لكنها ضعيفة ومكشوفة جيوسياسيا مثل روسيا، هذه التنمية ببساطة إن حققت الرفاهية لكنها بكل تأكيد لن تحقق السيادة المنشودة، وهو ما سيتبعه خسارة الرفاهية في نهاية الأمر. لذا فالأجدر هو امتلاك القوة والقدرة على الحفاظ على هذه الأرض وهذه الثروات ثم الانطلاق في عملية التنمية. هذا الفكر بنظري غير دقيق، والأجدر أن يتم العمل على الأمرين معا وفي آن واحد. نحن في منطقة الخليج قريبو الشبه كثير من هذا الأمر، قريبين لروسيا، من الله علينا بالأرض الشاسعة التي تشبه القارة، الثروات الوفيرة، وهذه الثروات حققت للمنطقة بفضل الله سبحانه وتعالى قدرا من الرفاهية لم يتحقق لغيرها، لكنها بحاجة إلى أن نمتلك الاستعداد الدائم لحماية هذه المقدرات، ليس بشراء سلاح فقط ولكن بتقوية جيوشنا وتوطين التقنية وإنتاج سلاحنا الذي نملك التحكم به والتدريب عليه وإجادة استخدامه وتطويره واستخدامه وقت ما نشاء ضمن من نشاء ممن تسول له نفسه المساس بأمننا أو مقدراتنا أيا كان. والأهم من ذلك كله هو الاستمرار في تحصين الجبهة الداخلية، فهو الأقوى في مواجهة أعدائنا، والله الموفق.